طيب نقول تشكيل النادي الاهلي النهارده: محمد الشناوي لحراسه المرمى، ظهير ايمن محمد هاني، وقلبي الدفاع رامي ربيعه ايمن اشرف، وظهير ايسر علي معلول. اثنين في خط الوسط الدفاعي: عمرو السوليه وحمدي فتحي، ورباعي المقدمه طاهر محمد طاهر، محمد مجدي قفشه، صلاح محسن، ومحمد شريف. مره ثانيه: محمد الشناوي لحراسه المرمى، محمد هاني ظهير ايمن، رامي ربيعه وايمن اشرف قلبي دفاع، علي معلول ظهير ايسر، ثنائي خط الوسط الدفاعي عمرو السوليه وحمدي فتحي، ورباعي المقدمه طاهر محمد طاهر، محمد مجدي قفشه، صلاح محسن، ومحمد شريف. وكابتن علاء، بمناسبه التشكيل، بمناسبه الكلام اللي اتقال، هل مستر ريكاردو النهارده